حقيقة عناوين براقة وبقت منتشرة الآن على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الفضائيات ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان اللي الأكثر عجبا في هذه المواضيع أن أنت تجد يعني حقيقة ناس أصحاب ثقافات يعني وناس يشغلون مناصب اجتماعية مرموقة ولها وضع، ورغم هذا كله يجرون وراء مثل هذه الأمور. يعني واحد مثلا يكون أستاذ جامعة ولا يكون بيشغل منصب من المناصب وعنده بنت زي ما الدكتور الشيخ عمرو تفضل إن مثلا بلغت سن 30 أو زادت عن 30 ولم تتزوج، ويعني عمل كل اللي يقدر عليه وما فيش فايدة، فقال لك أنا رغم عدم إيماني بهؤلاء أجرب هخسر إيه؟ نعم. حضرتك شايف الموضوع ده هو الضعف الإنساني نعم وعدم الرضا والإيمان بالقضاء والقدر. هو أنت لو رضيت خلاص، يعني أنت عارف قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أنت عمال تسعى لك أسباب شرعية، ليك أن أنت الدعاء، ليك القرآن، نعم. كل ده لا بأس بيه، لكن أنت تلجأ لواحد تظن أنه هو هيغير لك في قدرك وفي حياتك وإذا كان هو تغير. نعم صحيح. يعني هذا الرجل اللي عمال يجوز العانس وعمال يغني الفقير وعمال يشفي المريض، هو نفسه لو شفت حاله بؤس. هو اولا هم نصابين زي ما حضرتك قلت تفضلت يا استاذ عمر، كلهم نصابين، يعني هم حتى مش دج يعني مش سحرة، مش هيعمل لك سحر فعلا. نعم. كله نصب والله الذي لا اله غيره. جات لي دكتوره، والله دكتوره، فانا لما رأيتها بقول لها انت ما عندكيش حاجه، فبتقول يعني اصل الدنيا متعطله والدنيا بتاع، فاخوها بيقول لي طب يا شيخ عمرو هي لابسه حجاب فده يحول في الرقيه الشرعيه. احمد بالله. قلت له حضرتك لابسه حجاب؟ قالت لي ايوه كانوا يدهون لي كده اللي هو حجاب العرافين. والله حجاب عشان البعض ممكن يفهم الحجاب الشعري. لا 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 طبعا حجاب يعني تميمه لابسه تحويطه. تمام. والله يا استاذ عمر ان اخوها لا طب روحي معلش يعني روحي الحمام هاتي فجابتها لي يعني اشهد الله نعم ان لما فتحنا الورقتين طبعا شويه لبان ذكر على مش عارف ايه والورقتين يا استاذ عمر شخبطه يعني لا فيها ايات قرانيه ولا طلاسم ولا حتى طلاسم نعم. ولا اوفاق يعني اللي عمل لها الكلام ده واحد جاهل لا ما بيعرفش يكتب. تخيل هي دكتوره ومقتنعه بده وممكن يكون محضرها ان هي تفتحه عشان كده ما خطرش في دماغها تفتحه وتشوف فيه ايه زي بالظبط تاجر كبير جدا نعم. يقول لي كان الحال واقف والدنيا واقفه فواحدة من بلد معين عربي سرهم باتع فلما عدت علي قالت لي المعرض ده فيه سحر. طيب يا ستي هديك الحجاب. قال لي سبحان الله الحجاب من ساعة ما كان معايا والدنيا فتح عليه. فقلت له ممكن بس اشوف الحجاب. المهم بعد محايلات ورهوني من افتحه يا استاذ عمر قطعة من صفحة في كتاب الدراسات الاجتماعية ما فيهاش حتى اي حاجه اي شخبطه كمان. فده ان دل يدل زي ما حضرتك قلت كده ثقافات هو مختلفة. طبعا مثل هذا يفتتن يعني فكره ان هو بقدر الله ان ربنا فتح له الافاق في المجال اللي هو عايزه ففكر انه من اجل هذه التميمه نعم من توكل عشان وكل اليه. انت بتعتقد فخلاص يا سيدي ماشي ما فيش مشكله لكن زي ما انت قلت العجيب لما تجد ثقافات وقامات يعني ازاي الكلام ده زي ما قلت لك راس المشكله الغياب الوعي الديني اولا بالدرجه الاولى نعم. لان خلاص انت ما فيش حاجه اسمها ده مثقف وده جاي لا ما فيش كلام ده ومع هذا لا نغفل ابدا مع معرفتنا ان هؤلاء نصابين طبعا حتى ياريتهم سحره يعني نعم. ليسوا بسحره لكن خطوره الذهاب للعرافين من الناحيه الشرعيه هو لا شك طبعا علماء نعم. افتوا ان انت حتى لو انت رايح مش مصدق انت راح تجرب راح نعم. تهزر راح تضيع وقتك من ذهب الى عراف ولم يصدقه هذا حديث ايوه نعم نعم لا تقبل منه صلاه 40 يوما يا الله. طيب الحديث الثاني من ذهب الى عراف او كاهن فقد كفر بما انزل على محمد سلم يا رب. هنا التبيين قوي يا استاذ عمر علشان يقول لك ما فيش كفر نعمه وكفر اعتقاد هو بين لك فقد كفر بما انزل على محمد يا الله. ايه ما الذي انزل على محمد الإسلام نعم. فالذهاب إلى العرافين والكهنة للأسف اللي يعني يثير الغضب أكثر أو يعني يزود الموضوع الطين بلة لما تجد قنوات فضائية كبرى وتنكر الرقية وتنكر القرآن ولا لا وتستضيف مثال هؤلاء تستضيف الدجالين نعم كل رأس سنة كهنة ما هو برضو يا سيدنا هو بيستضيفه مش على هيئة دجال يعني لا يقدمه للأمة عالم فلك
نعم. دي المصيرة أصبحت منتشرة هذه الأيام. فلابد نعم. وعي مجتمعي، لابد الأزهر يقوم بدوره. وطبعا هو مش مقصر، الأزهر مش مقصر، دار الإفتاء كل يوم تصدر الفتاوى يعني عليها مواقع على التيك توك وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك بتحذر من هذا الكلام، ولكن للأسف الأمية الدينية أنا أعتقد إن هي السبب الرئيس في هذه المشكلة، وحلها إن إحنا نثقف نفسنا ونثقف يعني أهلنا بأن الكلام ده حرام ولا يجوز شرعا.